بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل تدريبات نحوية على درس الحال. التدريب الأول: استخرج الحال مما يلي وأعربها. الجملة الأولى: أقبل السائحون مسرورين. الجملة الثانية: شاهدت السماء صافية. الجملة الثالثة: ركب التلميذ السيارة مسرعة. الجملة الرابعة: يستقبل الطفل العيد فرحا. احنا طبعا عرفنا من خلال درسنا للحال ان احنا عشان نستخرج الحال من الجملة نسأل بكيف. فلو قلنا كيف اقبل السائحون هنلاقي ان الاجابة مسرورين، فتبقى هي دي الحال. وهنا لو اعربناها هنقول انها حال منصوبة وعلامة نصبها الياء لانها جمع مذكر سالم. في الجملة التانية لو قلنا كيف شاهدت السماء هتكون الاجابة صافية، فكلمة صافية هي الحال وإعرابها حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة لأنها كلمة مفردة. لو قلنا في الجملة الثالثة كيف ركب التلميذ السيارة هتبقى الإجابة مسرعة، فمسرعة هنا هي الحال ولو أعربناها هنقول حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة طبعا لأنها كلمة مفردة. في الجملة الرابعة لو قلنا كيف يستقبل الطفل العيد هتكون الإجابة فرحا، فكلمة فرحا هي الحال وهي هنا إعرابها حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة طبعا لأنها كلمة مفردة. لو جينا شفنا الإجابات للتذكرة: كلمة مسرورين حال منصوبة وعلامة نصبها الياء لأنها طبعا زي ما قلنا جمع مذكر سالم. أما كلمة صافية ومسرعة وفرحا دي كلها تعرب حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة زي ما قلنا لأنها كلمات مفردة. نشوف التدريب الثاني: اجعل كل نعت في الجمل الآتية حالا وغير ما يلزم. الجملة الأولى: أحب التلميذ المهذب في حديثه. الجملة الثانية: قرأت القصة المسلية. الجملة الثالثة: حضر الجنود المنتصرون. الجملة الرابعة: استمعت إلى العصفور المغرد. هنا لو حبينا نجاوب على التدريب ده هنطلع اولا النعت، وبعد ما نطلعه هنحوله لحال، فتبقى الاجابات: احب التلميذ مهذبا في حديثه. الجملة الثانية: قرأت القصة مسلية. الجملة الثالثة: حضر الجنود منتصرين. الجملة الرابعة: استمعت إلى العصفور مغردا. وبكده نكون انتهينا من حل التدريبات، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعله خالصا لوجهه. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.